خطوة واحدة تفصل منتخب مصر الوطني للناشئات للكرة الطائرة تحت 17 عاماً عن التتويج بلقب بطولة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم والمقامة حالياً في نيجيريا، وتستمر حتى اليوم 8 من ديسمبر الجاري. تأهل منتخب مصر للمباراة النهائية بعدما حقق الفوز في المباراة الأولى على منتخب نيجيريا صاحب الأرض والجمهور بنتيجة 3-0 في مباراة قوية شهدت تفوقاً كبيراً للاعبات المنتخب المصري. وفي الجولة الثانية فاز ناشئات مصر على الكاميرون بنتيجة 3-2 في مباراة قوية شهدت ندية وإثارة حسمتها لاعبات الفراعنة باقتدار، ليتأهلن إلى المباراة النهائية وينافسن بقوة على التأهل للمونديال. ينتظر منتخب مصر مواجهة الفائز من المباراة الفاصلة التي ستجمع بين الكاميرون ونيجيريا يوم 6 من ديسمبر الجاري وفق نظام البطولة، حيث تقام المباراة النهائية يوم 8 من نفس الشهر، وتضم قائمة مصر في البطولة كل من نور الصافي وزينة أحمد وملك سامح وجنى مبروك ولجين أحمد وهنا كريم وريتاج هشام وريان محمد وملك سعدة وهدى أحمد وجودي آسر وردينا سعد. طموحات كبيرة وخطوة واحدة تفصل ناشئات الكرة الطائرة المصرية عن حصد اللقب واعتلاء العرش الإفريقي.